صل على محمد وآله وحصن فضور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالناصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصفوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك.
اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم، وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقضوف، وافراها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسرى وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب، واستطوله الظهر وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجب، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنان، وسدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلمين خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فأجر له مثل أجره وزنا بوازن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا،
يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلمين أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوان أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل حسنات بني آدم تحصيها الملائكة إلا حسنات المجاهدين، فإنهم يعجزون عن علم ثوابها.